بالنسبة للضريبة الإضافية وضريبة الدخل والتراخيص بشكل عام، للأسف يعني السلطة ما خصمت لحد الآن أي شيكل لأي مواطن، وهذا الحكي صار عبء على الناس كلها بسبب أنه الناس عندها تراخيص سيارات، عندها ترخيص مكاتب، بدها ترخص. للأسف رحنا على ضريبة الدخل، ضريبة الإضافية ما خصموا ولا اعترفوا فينا إنه إيش، إنه لحد هسا يعني ثلاث أشهر اللي مركن اللي إحنا سكرناهم بأمن الرئيس، للأسف إحنا يعني مش متجاوبين معانا ولا أي شيء لحد هاي اللحظة. يعني إحنا رحنا رخصنا للأسف ما سمحونا ولا بأي شكل، وهذا الحكي اسمه غلط، لأنه إحنا سكرنا بأمر الرئيس، مش إحنا سكرنا حالنا بسبب الكورونا. ولكن اللي إحنا شايفينه هسا إنه مش لاقين أي نتيجة حسنة، بمعنى الأوضاع الاقتصادية الآن بشكل يعني قاعدة تتراجع لورا. يعني إحنا خلصنا من شهر 3 و4 و5 تسكير، رجعنا لتسكير تاني اللي هو ما فيش عمل، ما في شغل. يعني انت اطلع على السوق وشوف الوضع بشكل عام، الوضع سيء جدا، كل ماله الوضع بتراجع لورا، لحد انه 1/7 في ضم، الناس اتخربطت، فيش معاشات، الوضع اتخربط بزياده، وهذا الحكي صار عبء كبير على الناس. ولكن احنا بدنا شغله واحده من القياده، انها تنظر بعين الاعتبار. يعني اهم نقطه اللي هو ايش، اللي هو طاقم المواصلات، شريحة المواصلات. للأسف يعني لحد الآن رئيس وزير المواصلات لحد هسه مش صادر منه قرار إنه إيش، إنه يعني هاي مراعاة هاي الشريحة، إنه شو 3 أشهر شو 4 أشهر الناس خسرت رأس مالها، 3 4 أشهر السيارات ما اشتغلنش. يعني لازم توجد حل لهذا، لهي الشريحة، مشان الناس تعرف تتقدم، تعرف تشتغل. لحد الآن الوضع سيء، وكل ماله الوضع بتراجع لورا تراجع كبير. ولنا يعني احنا مطلبنا من الوزاره انها قطاع النقل تعفي اقل شيء ان كان سنه 2020 تعفيها، يكفي الناس خسرت شغلها وخسرت راس مالها على الاقل. يعني السنه هاي ما هي يعني 3 و4 و5 وهي 6، مش وضع، مش شغل، ما في عمل، ما في شغل. احنا نضحك على حالنا، يعني احنا نشتغل قاعدين نضحك على حالنا، احنا ما بنشتغل، احنا بس بنقضي وقت هيك، ما مش شغل هذا اسمه. ان ما كانش شغل مزبوط ما بسكر التزامات، ما بسكر عمل. احنا بدنا بنرد وبنقول بناكد لوزير المواصلات انه ينظر بعين الاعتبار بالسرعه الكامله، لانه في ناس عندها بدها تغير سياره، سيارته خربانه، بده يرخص مكتب، بده يروح يخلص اجراءاته في الضريبه الاضافيه والدخل. للاسف ما فيش تجاوب نهائيا معهم لحد الان، بقول لك ما اجانا اوامر لحد هسه. وانت بدها تيجي اوامر سنه 2011 2021. ارحب بكم اجمل ترحيب، لانكم انتم العين الساهره والكلمه المسموعه في جميع انحاء الوطن. وكما ابدا كلامي بتحيه اجلال واكبار الى القياده الفلسطينيه ممثله بفخامه الرئيس محمود عباس ودوله رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيه، بما ابدوه من راي كبير ومهم من ناحية الاحتلال الغاشم، موضوع الضم الذي يصب علينا الويلات أكثر فأكثر. فكل التحية والإكبار لهذه الشخصيات المهمة المحافظة على حقوق شعبنا الفلسطيني البطل في حق المصير وتثبيت الأرض والهوية للشعب الفلسطيني. ثانياً نحكي بالمهم، الشيء المهم كمان الناحية الاقتصادية. الناحية الاقتصادية منذ ما اجتاحت الجانحة كورونا لمحافظاتنا في الوطن، شعبنا يعيش في مصيبة كبيرة كبيرة جدا ناحية الاقتصاد الوطني، انعدم مطلقا، ففيش أي مساعدة تم تقديمها لأبناء شعبنا من ناحية وزارة المواصلات. وعدونا وعودا كثيرة بأن يكون هناك تساهل في موضوع الضرائب المفروضة على المركبات العمومية وكل شيء يعمل بالتجارة التجاري مثل شركات التأجير كمان. وعدونا بقرار من فخامة الرئيس بخصم 25%، وللأسف أنه هذا القرار
لا غير موجود في حي التنفيذ. فلذلك رجعنا احنا دوائر السير، فقالوا لسه ما اجانا شيء رسمي، انتم بامكانكم يا بتاخروا التراخيص يا اما انتم بترخصوا، ولما بيجي القرار ممكن يكون هناك بعث رجعي انه يظل لكم بحسابات السنه القادمه. فلذلك احنا نتامل من فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء انه يكونوا في عينهم الكريمه الحافظه على حقوق شعبنا الفلسطيني وارجاع هذا الحق لمواطنينا، لانه نحن نعاني الكثير الكثير من هذه المساله. وهذه مش وقفة بس على تراخيص السيارات، هناك أجار محلات، هناك ضرائب، ضريبة المضافة، ضريبة الدخل، كل إشي هذا مطلوب منا، وإحنا مع الحكومة من أجل مساندة الحكومة وإسنادها إنه ندفع ما علينا من حقوق لهذه الدولة، وهذا واجبنا. فيجب أن يكون هناك نظرة مساعدة لأبناء شعبنا. احنا لا نريد الخصم بالكامل، ولا نريد انهم يعطونا يرجعوا لنا مال، لا، هذه المال اللي دفعناه ممكن يكون هو مساعدة للسنوات القادمة، رصيد لنا في يكون انه في خصميات مهمة لابناء شعبنا. كاتب اتحاد مكاتب التاكسي في محافظة الوطن بتشكيل لجنة، وقمنا بتشكيل لجنة عليا لجميع النقابات في الوطن كلياتهم، يعني بتضم السيرفيس، بتضم مدارس السواقه، بتضم تأجير السيارات، كل ما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات تحت عنوان اللجنة العليا لقطاع النقل العام. مؤلف هذه اللجنة من 5 وأنا عضو فيها. قمنا طبعا في مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور شتيه، وطلبنا فيه عدة مطالب بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات بصفة عامة، يعني مش مختص على مكاتب التاكسي ولا على السيرفيس، كل ما يتعلق في المركبة العمومية أو أي وسيلة نقل سواء كانت عمومي أو خصوصي، حتى الخصوصي في له خصم. طبعا ردوا علينا مجلس الوزراء أنه تم إعفاء قطاع المركبات ووسائل النقل جميعا بنسبة 25% من الترخيص، من رسوم الترخيص. يعني المركبة اللي بتروح ترخص بتم خصم منها 25% من المبلغ الأساسي. أما بالنسبة طبعا هذا غير كافي، لأنه 25% على في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وخسارة القطاع النقل العام تقدر في ملايين الشواكل، في مئات ملايين الشواكل شهريا على مستوى أشهر، فما بالك إحنا صرنا في الكورونا من شهر 3 لغاية الآن. هذه الخسائر، يعني أنا بعطيك مثال على مكتب تاكسي، الدخل اليومي إنتاج المكتب التاكسي في اليوم كمكتب يعني لا يقل عن 3000 شيكل في اليوم، معدل الدخل الصافي اليوم بتجيش 1000 شيكل، يعني تصوري مدى الخسارة اللي كبدها قطاع النقل والمواصلات. النقطة الثانية إنه إحنا طلبنا من رئيس الوزراء أن يكون الخصم عن سنة 2020 بالكامل بنسبة 100%، إلا أنهم هم ارتأوا أنهم يقوموا بخصم 25%، وهذا طبعا غير كافي. بخصوص الضريبة، الضريبة طبعا رسمنا وزير المالية، ووزير المالية يعني كأنه حسب الصلاحيات المخول فيها أعطى خصم بنسبة 3 شهور، خصم بنسبة 3 شهور عن الضريبة الإضافية وضريبة الدخل اللي هو شهر 3 وشهر 4 وشهر 5، طبعا غير كافي. المواصلات نفذت الخصم، يعني بإمكانه أي صاحب مركبة توجه إلى دائرة السير بلاقي الخصم موجود في دوائر السير في كل المحافظات. بالنسبة لوزارة المالية الظاهر إنهم هم عندهم مشكلة لسه ما نفذوا القرار، في محافظات تم تنفيذ فيها القرار مثل رام الله، يجوز بسبب وجود الوزارات غاب، محافظة الكرم لغاية الآن لم ينفذ القرار، هو إهمال من المسؤولين الله أعلم، هو إنه على أساس إنه ما يقعدوش يطالبوا بنسبة أكبر أو شغلة من النوع، ومفيش مصاري ومفيش في الحكومة مادي إنها تخصب أو كذا إلى آخره. إحنا بنقولهم يعني إحنا طوال هذه الفترة بنكون بالالتزام بجميع المصاريف المترتبة على المركبة العمومية. إحنا يعني بندفع اللي علينا، بجوز
أكثر ناس، أكثر فئة من الشعب بتدفع ضرائب اللي هو قطاع النقل والمواصلات. صدقيني أكثر فئة ملتزمة بدفع ضرائب قطاع النقل والمواصلات. إحنا بنوجه لوزير المالية كلمة ولرئيس الوزراء إنه يا عمي هذا الكلام اللي أنتم بتقوموا فيه راح يكون دمار لقطاع النقل والمواصلات. إيش يعني 3 أشهر؟ ما إحنا بعدنا في الكورونا، بعدنا الوضع يعني على ما هو. المركب العمومي بتجيبش 100 شيكل في اليوم قايم. إذا سوق بده ياخذ راتبه، وبدك تدير ديزل، بدك تدير محروقات، وبدك شو ضل صاحب المركبة؟ ولا شيء، هو قاعد بيستنزف في رأس المال بتاعه. قد ما يستنزف في رأس المال بتاعه أنه بده يوقف على جريه الحكومة. مين الحكومة؟ مش قادر توقف حالها على جريها. إحنا بنطالب الحكومة، إحنا ما بدنا نطالبكم بتعويض لقطاع النقل، إحنا بنطالبكم بإعفاء كامل من كل المستلزمات الضريبية المفروضة والترخيص المفروضة على المركبة العمومية لسنة 2020. يعني أنا بحكي لك كمان، يعني يا ريت هو لو الاقتصاد تم على قطاع النقل والضرائب والترخيص وإلى آخره. عندك تصليح مركبات، عندك سيارة مركبات، عندك تغيير مركبة، عندك العداد اللي بيقولوا عنه قانون وما هو اللي بيقولوا عنه قانون وهذا ملزم إجباري، والعدد الكل بيعرف انه لا يطبق في فلسطين لغايه هذه اللحظه. منذ 12 سنه لم يطبق العداد بفلسطين، سوى انه هو محطوط في قلب المركبه ويتم الدفع على كل عداد 200 شيكل بالشهر غير رسوم الصيانه وغير وغير وغير. هذا استهلاك نزيف مال. طيب يا عمي وجدونا حل العداد، خفوا الابي عنا هذا العداد. يا اما يعني القانون اللي وضعه قران كريم العداد، يعني نزل في القرآن ركب عداد؟ ما نزل في القرآن، مش قرآن كريم. يعني أنتوا عملتوا، الحكومة قامت بعمل، وشكرا للحكومة إنها تمت معاقبة المواطنين بعدم وضع الكمامات أثناء التجول بالمركبة أو بالسيارة أو بالمحل أو بالسوق إلى آخره. وأوجدتوا قانون بغرامات مالية، اللي خلاكم توجدوا قانون بغرامات مالية مشان تحاربوا الكورونا مشكورين. كمان أوجدوا إلغوا هذا القانون بقرار من فخامة الرئيس السيد الرئيس بإلغاء قانون العدادات، أو وجدونا حل العداد. يعني صاحب التاكسي مش مجبور يطلع من تركريم على نابلس يعطل نهار كامل مشان يجدد العداد. ليش ما يكون في هنا شركة في تركريم؟ وأنا عدة مرات طلبت وزير المواصلات إنه يكون أفرع لشركة الاستقلال في جميع المحافظة مشان تسهيل العمل وتسهيل الأمور اللي مفروضة على صاحب المركبة، إنه يكون أقل ما يتوجب عليه إنه يكون يعملوا في تطبيق النظام والقانون. والله المفروض إنه نأخذ خصم مش أقل يعني من 80%، لأنه فعلًا يعني على مستوى خط الاستراحة خط الجسر، يعني عندنا بساطة خط الجسر يعني من شهر 3 لليوم تقريبًا شبه واقفة يعني ما بتشتغل. يعني راح عندنا الصيف كلياته، يعني موسم الصيف كلياته راح. شركات التأجير سيارات يعني تقريبا من شهر 3 لليوم ما فيش حركة على التأجير نهائيا، لأنه ما في يعني سياح تيجي من برا ولا في المغتربين بيجوا ولا شيء، وإحنا موسمنا اللي هو الصيف. على مستوى المكاتب التاكسي هنا ما في شغل، لأنه الخضور مسكر، القهوة شبه مسكرة، صلاة الأفراح شبه معدومة، فيعني وين الشغل؟